كنت وحشان عاود نروح نتفرج. الله اكبر. افلامي تصنع بشكل فردي بدون دعم مالي، اعتقد انه هذا الشيء مش عيب. المغامره هي اللي تصنع هذه الاسماء. أكيد. لانه أكيد. ولا مرزاق علواش ولا راشد مشارب بداوا كبار. يعني انتاج السينما الى زال ضعيفا في الجزائر، الانتاج المسرحي لا زال هناك بعض المسارح الجهويه تعاني بعض المشاكل. بلا حاسك سي مكتبه متنقله عنده اكثر من أو ما يقارب مليونين قصيدة في الملحون. الحياة قصيرة، فالحياة قصيرة، وربما هاد المنتجين الآن أو بعض طبعا المنتجين لا نعمم اللي ياكلوا حق الناس. وكان الكاميرا تتوجه للتقنيين اللي راهم ما وراء الكاميرا، شوف فيهم في الموسم الأول الثاني الثالث الرابع. اللي نعيشوا كما جات خليهم يقولوا بوندي. أما بعد، مع آسيا شلبي الخميس التاسعة والربع على شروق نيوز.